ايه ده؟ يخرب بيتك. ده مين دي؟ اسكت بس، ما انت صوتك بيفضحنا. افضح دي حماتي. وانت جايبه انا وحماتك موجوده؟ يا سيدي امشي بس، يعني انا عبيطه ما هي مش بتشوف. امشي. مين؟ ده يا حماتي. انا يا حبيبتي بنضف. طيب يا حبيبتي الله يعينك. بقول لك ايه؟ استناني انت هنا وانا ادخل اعمل حاجه نشربها دلوقتي. طب هستناك في الاوضه. انا هطلع صوت بقى. ما تقلقيش. يا خبر اسود، بقى ابني يمشي من هنا وهي تجيب له واحد في البيت من هنا؟ ديك القرف، خليك انت عادله عامله زي الغفير. انا كان يا ربي حدفني على البلاوي دي. طب وبعدين؟ طب انا لو قلت له مش هيصدقني. لا لازم اعمل حاجه. ممكن اصوره. اصوره عشان اعرف افتح. يا نهار اسود، هي ولادي بتعمل ايه؟ هي طلعت بتشوف. يا نهار اسود، كمان ماسكه الموبايل وبتصور. يا نهار اسود، مش فايت دي اكيد. يبقى اكيد كده شافت احمد. لازم اتصرف يا بنتي. انت محتاجه عزومه تفتحي وتدخلي بقى. مش فاهم بجد، احنا جايين نقعد شويه ولا جايه تقعدي في المطبخ؟ يا حماتي، يا حماتي انت فين؟ يا حماتي. فين يا حماتي؟ انا هنا يا بنت. ايه ده يا روحي، انت كنت فين؟ رجعتي؟ ايه؟ تعالي وانت كنت فين كده؟ في الحمام. طب ما استنيتنيش ليه يا امي لما اجي ادخلك؟ لا تقعي كده ولا كده. عايزه اتعبك يا بنتي. طب اقعدي اقعدي، هروح اجيب لك كوبايه ميه ساعه تشربيها. ماشي. اتحركيش. اتحلي اتحلي يا احمد، روحي تفضحي، روحي تفضحي. فين يا بنتي؟ في ايه؟ دلوقتي انا هجيب حاجه نشربها. ليه دي الست عمت اللي ربنا ياخدها طلعت بتشوف وكانت واقفه بتصورك فيديو؟ نعم، يعني هي اللي كان على الباب وانا افتكر ان انت. ايوه. يا نهار اسود، روح تفدهي. اهدي بقى عشان نعرف نتصرف. ايه ده ازاي؟ بس مفيش غير حل واحد. هتعمل ايه؟ انت عارف عماد صاحبي، يعني لو عرف حاجه زي كده مش هيسكت. عماد هيموتني. وانت هتتفضحي. طب هنعمل ايه؟ يبقى هي لازم تروح والسر يروح معاها. تعالي معايا. طب امي كلت؟ لا كنت لسه بجهز لها الاكل جوه. اجهز لك الاكل معاها؟ ماشي ماشي. هنيا عامله ايه يا امي؟ الحمد لله. يا هنعمل ايه؟ احنا في ضهر. لا ده هيت. ايه بقول لك ايه؟ انا هنط انا اخلع من الشباك ده. طب انت بسرعه وانت روح الحياه قبل ما تقول لي حاجه. لا ده كده لازم اخد عماد من جنبها عشان اعرف اخد التليفون وامسح الفيديو. عماد. ايوه يا امي. انا عايزه يا ابني اقول لك على حاجه مهمه قوي. اتفضلي اتكلمي. بص يا ابني، هو في يا امي؟ مش انا قلت لك يا امي اعملي كل اللي انت عايزاه؟ هو في ايه؟ انا لازم مش عايزه اسجل في الحال يا امي، طول النهار شغال. وفي ايه؟ ايه طيب فهميني. مفيش حاجه، يروحوا كل الحكايه ان ده السكر بتاع ماما خلص. انا قلت ايه بدل ما انت ما تنزل دلوقتي في الحر وكده، كانت وهي لسه ان هي تكلمك. طب قولي لي. طيب قولي لي. مش عايزه، انا مش عايزه، انا عايزه اتكلم معاك يا امي. هتقعدي وهنحكي ونحكي طول النهار وتقولي لي يعني هي الايام خلصت. امي بس يلا. مش عايزه. لا فين بقى ننزل نتمشى بدل ما طول النهار قاعده ومخنوقه وكده. نتمشى ونشم هوا ونجيب العلاج ونرجع. قلت لك مش عايزه، انا عايزه اتكلم كلمتين مع ابني. سيبيني. طب بصي يا امي، معلش يعني برضه هي ايه بتتكلم في الصح؟ انت انزلي معايا كده فكي عن نفسك. طول النهار قاعده مخنوقه. ايوه، ولما تيجي حبيبتي هنتكلم مع بعض انا وامي. بس يا امي قومي. بس بقول لكم ايه؟ ما تاخروش. ها؟ حاضر حاضر. لا مش هتاخر، ما تقلقش. انا داخل جوه. والله العظيم امي دي الله يعينها برضه عامل فيه. وايه كتر خيرها، شايل مسؤوليه جامد. هو انت مش عايزه تخرجي معايا ولا ايه؟ يعني انا جالسه اني عايزه اخرجه بره تشم شويه هوا وبعدين عايزه تحكي له ايه؟ عايزه امشي خالص. يا
ليه بس يا ام وانا زعلتك في حاجه؟ ده انا شايلاكي في راسي. تقلت عليكوا تقلت عليكوا تقلت علينا بس كده. انت زي امي. لا حاسه بالسلامه. بالراحه بالراحه يا رب. يا اوي على كل هوا. بالراحه يا حبيبي. الحق يا عماد يا عماد. الحق. ايه ايه امي مالها؟ هي فين؟ دخلت اجيب لها دواء السكر من الصيدليه طلعت ما لقيتهاش. اي صيدليه؟ الصيدليه على اول الشارع. طب بقول لك ايه؟ انت خليك هنا وهي اكيد لو حد ممكن شافها هيجيبها لحد البيت. حاضر. خليك هنا طمنيني. ها؟ حاضر. وانا رحت ادور عليها. انت قلتها لنا عليا. ماشي. دي هيلاقي فين دي؟ راحت وراح السر اللي وراها. ايه ده؟ مش دي مع عماد؟ هو خد البيت ليه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ مش فاهم يعني. ونزل دماغي ليه؟ اللي يروح يروح. خلي خلي يا ابني اعمل كده مع واحده كفيفه يا ابني. كفيفه دي انت لسه هتمثلي؟ انا عرفت كل حاجه، عرفت ان انت بتشوفي بطلع حوارات. ما تقلقيش كلها النهارده وهترتاحي. وحيد؟ يا مات. بقول لك ايه؟ انت قاعد هنا من بدري يا وحيد؟ ايوه قاعد من بدري. طب بقول لك ايه؟ ما شفتش امي؟ شايف لسه من شويه معدي هي واحمد. احمد مين؟ احمد. احمد صاحبي؟ ايوه بعد دخل البيت كده من شويه. شكرا وحيد. احمد. خير يا عماد؟ في ايه؟ ما شفتش والدتي؟ والدتك؟ لا ما شفتهاش. في حاجه ولا ايه؟ لا ما فيش حاجه. طيب لو بدور على حاجه ادور معاك؟ لا شكرا يا احمد. ايه ده؟ ازاي؟ اما وحيد قال لي هي كانت معايا. امي اصلا ايه اللي هيتوهها؟ ولا هتروح فين؟ ما بشوفش. لا كده في حاجه غلط ولازم انا افهمها من مراتي لما اروح. استغفر الله العظيم. انا راحت فين بس؟ ايه ده؟ ده مش تليفون امي؟ خلاص ماشي يا احمد انا كده اطمنت. الفيديو ده واحمد كان بيعمل ايه في اوضه النوم عندي؟ وامي ازاي اصلا صورته؟ انا ما بقاش فاهم حاجه. يا نهار اسود انا نسيت تليفونها بره. ايه ده عماد؟ هي ماما فين؟ ماما الحمد لله لقيتها. فين؟ انت ما جبتهاش معاك ليه؟ اطمني كلها النهارده وهترتاحي. انت عارفه ما جبتهاش ليه؟